دلوقتي احنا مع فقره السبوره. فقره السبوره الخاصه بحلقتنا النهارده هتعرفني الكلاسيفيكيشن اوف انيميا اللي هي انواع الانيميات بتاعتي. اول حاجه انا عندي الكلاسيفيكيشن بتاعتي ثلاث انواع او ثلاث عائلات. العيله الاولى عائله المايكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا، العيله الثانيه عائله النورموسيتيك انيميا، العيله الثالثه عائله الماكروسيتيك انيميا. تمام. عائله المايكروسيتيك انيميا بعرفها بحاجات معينه. اول حاجه بلاقي البلاد اندكس بتاعتي قليله، الام سي بي والام سي اتش قليل، بلاقي الار تي دبليو بتاعتي عاليه، بلاقي الهيموجلوبين الار بي سيز الهيماتوكريت قليل. تمام. بتتقسم عائله المايكروسيتيك انيميا للايرون ديفيشنسي انيميا او انيميا الحديد، للسيدروبلاستيك انيميا، لانيميا كرونيك ديزيز، للثلاسيميا. يبقى انا لقيت الباراميترز بتاعتي زي ما انا شرحها كده، بحط في دماغي ان هو نوع من الاربع انواع اللي قدام. تمام. بعد كده عائله النورموكوميك النورموسيتيك نورموكوميك انيميا ببص فيها بلاقي الام سي بي والام سي اتش بتوعي نورمال. تمام. لو لقيتهم نورمال بيبقى عندي ثلاث حاجات في دماغي، يا اما ديفكت في الانزيم بتاعي وبتبقى جي 6 بي دي اللي هي بتعمل لي انيميا الفول او الفافيز، يا اما ديفكت في الجلوبين اللي بيكون الهيموجلوبين وبيبقى ثلاسيميا، يا اما ديفكت في شكل الهيموجلوبين جوه بتبقى سيكل سيل انيميا، يا اما سفروسايت وبيبقى ده ديفكت في السيل وول اللي موجود عندي. تمام. ثالث حاجه الماكروسيتيك انيميا، وعلى اهم باراميتر فيها ان الام سي في بيبقى اعلى من الطبيعي، ودي بتتقسم عندي لنوعين، للميجالو بلاست والنون ميجالو بلاست. الميجالو بلاست اللي هي فيتامين بي 12 والفوليت. تمام. ده كان الكلاسيفيكيشن او الشكل العام او السكيما العامه للانيميات. ان شاء الله كل ده هيتشرح بالتفصيل معانا في برنامج حكايات التحاليل الطبيه. اتمنى الكلاسيفيكيشن او شرح الصبغه يكون بسيط ليكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده كما كابتن انس، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا. كل سنه وانتم طيبين. باي.